دكتور ميكيلي يانكوني، في اول حوار ليك النهارده تكون موجود معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. بونجور، جو سوي. صباح الخير، وانا سعيد جدا موجود معاكم النهارده. بعد فتره مزدحمه خلال الفتره اللي فاتت، مباريات كتير، مباريات مضغوطه، ايضا سفريات افريقيه، دلوقتي توقف النشاط الرياضي، يوم ميكيلي بيمشي ازاي دلوقتي؟ ما سي با ايفيدون باسكو بور للاسف طبعا في ظروف زي دي. احنا اول ما جينا هنا عشان نشتغل. نشتغل عشان النادي الاهلي، النادي العظيم. دلوقتي بنعدي بفتره للاسف ما حدش كان ينتظرها ويتوقعها. الفيروس وقف الحركه في العالم كله. فصعب في الوقت الحالي. يعني صعب يجد حلول، مش عارفين نعمل ايه بصراحه، نتصرف ازاي. بنحاول يعني نتبع التعليمات بتاعت الحكومه ونحاول قدر الامكان نفضل في بيوتنا، ما بنخرجش. نخرج بس عشان نعمل مشتربات وبنرجع تاني. بالنسبة لي أنا شايف إن الفيروس المفروض ما نخافش منه، لكن المفروض نحترمه ولازم مدركين شوية إن في خطورة. المفروض نحترمه ولازم نتبع التعليمات اللي بتديها لنا الحكومة عشان نحافظ على نفسنا. نلبس جوانتيات، نلبس ماسكات، كمامات، نغسل ايدينا من وقت للتاني، نحاول ما نتقربش قوي من الناس. لو كلنا تابعنا يعني بشكل حرفي الحكومه بتقوله من تعليمات، اعتقد ممكن نخرج الموضوع ده اسرع. اسرع بشكل ان الحياه لازم ترجع تاني، لازم نستأنف الحياه مره تانيه. لان في ده بتلمس كل الجوانب، الصحه يعني، خاصه في دوله زي مصر او زي ايطاليا فيها عدد سكان كبير وعايشين على السياحه. دي هتبقى الامور اصعب دلوقتي، توقف الحياه بتصعب الامور. وفي كره القدم كمان الانديه الكبيره في العالم متضررين طبعا من الايقاف ده. اعتقد الانسان المفروض يبقى مدرك ده، ولازم نتبع باحترام كل اللي بيتقال من تعليمات. لازم نفضل في بيوتنا، زي ما احنا بنعمل، قاعدين في بيوتنا، ما حدش بيخرج. انا صحتي كويسه لاني بحافظ على نفسي وقاعد في البيت ما بخرجش، عشان اتجنب ان ما اقابلش ناس وممكن حد يكون حامل الفيروس. لو الكل اتبع كل التعليمات دي، وده للمصلحه العامه، هنخرج من اللي احنا فيه. اكيد نصائح مهمه، يعني اكيد الناس كلها دلوقتي وهي بتشوف الحوار بتاعنا اكيد بتتبع الخطوات، انها تقعد في بيتها، عشان دي كلها اجراءات وقائيه علشان نقدر نحجم طبعا من الفيروس، علشان الحياه تعود مره اخرى. كنت متوقع ان ممكن العالم في لحظه يتحول الى مدينه هادئه بسبب هذا الفيروس. دي حاجه بصراحه، في حاجه مجنونه ما كانش حد يتخيلها، ما اقدرش اتكلم طبعا حد بيتخيل حاجه زي كده. انا عندي بنت عايشه في ايطاليا في الفتره الحاليه، لما بشوف حتى في القاهره، يعني مش ايطاليا بس، لما بشوف الفتره دي بصعوبتها، ان القاهره المفروض اصلا مزدحمه، بخرج ساعات اشتري حاجات ما بلاقيش حد خالص في الشارع، ما بلاقيش اي حد موجود في الشارع. طبعا ببقى حزين، شيء محزن، لان هنا الحياه مليئه بدرج بالحياه. في دول يعني في ناس بتعيش بره في الشوارع زي مصر، زي اسبانيا، عندهم متعه الاستمتاع بالحياه والخروج. بنسحب الفرحه والسعاده من قلوب الناس بالهدوء. وطبعا كلنا عندنا قلق، خايفين، عندنا خايفين من الموت، عندنا رهبه. في ناس ما بيهتموش، بيخرجوا ما بيقلوش باللي بيحصل، وفي ناس مهتمين وخايفين وبيحبوا الحياه، بيحاولوا يحافظوا على نفسهم، ما بيخرجوش. انا شفت الشعب هنا في مصر، الشعب المصري بيحب الحياه، محب الحياه، الناس بيحبوا يخرجوا ويستمتعوا ويفرحوا. حاجه زي كده تحزنني، ما الاقي الشوارع فاضيه.